كابتن شكري، لاعب العين ما تخيلوش وما توقعوش الضغط الجماهيري من جماهير النادي الاهلي بالامس، من اول دقيقه لاخر دقيقه، وضغط رهيب جدا من جمهور النادي الاهلي. بص يا كابتن اسامه، اولا احنا الحمد لله لعبنا في اجواء زي دي كتير، وعارفين معنى ان انت استاد القاهره لما يكون متقفل ده اللي خلاص انت نازل كسبان، والفرقه اللي جايه تلعبك خسرانه قبل مهما كان امكانياتها، لان الجمهور هو الدافع الاساسي للنادي الاهلي. هو اللي بيديك امبارح يا كابتن اسامه، الواحد بقى له فتره كبيره قوي، ما اعرفش تتفقوا معايا ولا لا، امبارح اداء نتيجه انا ما شفتش النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي يا دكتور، ان ما فيش لعيب وحش. انا قاعد امبارح بتفرج عمال اقول طب عايزين حد ينزل، بس في نفس الوقت عمال تشوف الماتش، طب مين اللي هينزل؟ مفيش واحد وحش. فانت بصراحه امبارح حاله النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي بقى. عشان نقطه كده من اول السطر يا كابتن اسام، النادي الاهلي هو اللي يحصل مطب ويرجع تاني بعديه على طول. من النادي الاهلي عمر ما فيه يعدي عليه بطولتين وهو واقع. فهي دي اللي كنا بنقوله قبل بعد ماتش السوبر الافريقي على طول، النادي الاهلي لا بيعرف ازاي يخرج اللعيبه من الحاله اللي هي كانت فيها من غير ما حد يتكلم. هو اللعيب نفسه حاسس بالمسؤوليه. النادي الاهلي جمهوره كبير جدا، واحنا بنبقى حضرتك حضرت الكلام ده كابتن اسامه، بنبقى ماشيين في الشارع واحنا متعادلين، احنا بنخبي وشنا زعلانين ومتضايقين. طبعا هو اتربينا على كده، على المكسب بالظبط. والجيل الحالي كمان يا كابتن عشان نديله حقه برده، عملوا بطولات، كسبوا بطولات كبيره جدا. فطبعا انا زي ما بقول لك، والله انا سعيد، والواحد يعني نايم مبسوط من اداء ونتيجه وكل حاجه. فنتمنى يا رب على طول كده كده النادي الاهلي، عارفين ان احنا ما بيشبعش.